إبراهيم أبو حليفي. هيا بنا مرة أخرى ومن محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن، فليتفضل مشكورا. كما قال نبينا الكريم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوه، وأهل القرآن هم القدوة والأسوة. وكما قال نبينا الكريم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. بالقرآن قدر فضيلة الشيخ أحمد السيد الفلاح أستاذ القراءات بالأزهر الشريف ومدرس علوم القرآن بجامعة الملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية سابقا، والذي حفظ القرآن بالقراءات العشر على يد شيخنا الراحل فضيلة الشيخ مصطفى عبد الله، له قدره بين أهل القرآن بربوع الجمهورية حتى أعلام الإذاعة المصرية. ولكنه إذا كما قيل إن زامر الحي لا يطرب، فأهل القرآن هم الذين يعرفون قدر بعضهم، خاصة أصحاب الإتقان في التلاوة. ولقد شرفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور صلاح محمد حري وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، والآن نحن بعد دقائق معدودات يكون بيننا هنا فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وأول وزارة الأوقاف بالشرقية وأهل الواجب بكل مكان. الآن وقد توافدت القراء من كل المحافظات من الإسماعيلية والتقالية والقليوبية وكذلك من ربوع محافظة الشرقية. الآن نقدم لحضراتكم القارئ الحبيب الشيخ غريب قطب حسن ابن محافظة الإسماعيلية، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يهتدي لنفسه فإنما يضل عليها، ومن ضل فإنما يضل عليها،
ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها من مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نومي
كلا نمد نمد كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلهاً آخر لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
ظن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما فلا تقل لهما احترم أباك الذي رباك في عهد الصغر وأمك التي حملتك 9 أشهر بين المراضع والزجر وإذا مرضت تبكي عليك بدمع كالمطر بهذا وصى ربنا بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا لما تيسر من آيات سورة الإسراء فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن أسمعنا وأمتعنا بهذه التلاوة على التلاوة بمحافظة الإسماعيلية نشكر إلى فضيلته ولفضيلة الشيخ الدكتور محمد الغزالي ووالد الكريم الحاج سعيد الخطيب كما نشكر إلى وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية الذي شرفنا بواجبه الجم والمسؤول عن الدعوة إلى الله بكل أرجاء المحافظة الذي لا يتوانى عن العمل الدؤوب شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ زكريا الخطيب كذلك أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ إسلام محمد شوقي وأشكر أيضا للشيخ محمد لطفي نجاتي كما أشكر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد وائل محمد سليم وأشكر أيضا الحاج محمد سعيد ببو أيها